بسم الله الرحمن الرحيم. نرى شوف مع بعض حاجة قوية في برنامج الأوبتيك، وهي حاجة بتساعد الواحد إنه يخلص الشغل بتاعه، لأن في بعض الحاجات ممكن لو تعملها بالطرق العادية تاخد منك وقت كتير جدا. فلو أنت جيت هنا وقلت له أنا عايز سكريبت أند ويزارد، ده بيديني بعض الأشكال الجاهزة. يعني ممكن أقول له مثلا عايز روب بالشكل دوت، عايز ريكتانجل زوم بالشكل دوت، وتروح مدخل القيم بدل ما كنا بنقعد نرسمها، لا تدخل القيم جاهزة. طب الاكس قد ايه، والواي قد ايه، والزد قد ايه، طب الستارت بتاعك يبدأ منين، وتقول له كريت نيو زون، يروح عامل لك الزون تحتك. تمام، تقول له مثلا انا عايز حاجة تانية، عايز مثلا سلندر، فيقول لك طب اديني التوب راديوس بتاعتها والبيس راديوس قد ايه. تمام، وممكن مثلا تخلي اللي تحت مثلا اكبر، خليها مثلا اكبر 5000 مثلا. تمام، عشان يبقى تبان الفرق الارتفاع بتاعه قد ايه، الستارت انجل قد ايه. يعني ممكن ما تخليهاش كاملة، ممكن تخليها مثلا 180، نص سلندر كده. وعايز تبدأ منين، كرييت، فيروح رسمها لك. تمام، ففي اشكال كتيرة جدا تقدر بسهولة جدا تنشئها. تمام، انا عايز مثلا حاجة بالشكل دوت اهو. طب انا عايز مثلا بروف بالشكل دوت اهو، مجرد تديله الابعاد هو يروح منشئها لك. تمام، طب انا عايز مثلا اعمل شكل قبه، هتلاقي شكل قبه موجود جاهز دوم، تاخدها وتحطها. تمام، لو حاولت ترسمها بالطرق العاديه هتاخد منك وقت كتير. فاستخدام السكريبت والوزر ده والوزر بيوفر وقت كتير جدا. في حاجات سكريبتات جاهزه اهيت، تقدر تقول له مثلا عايز اعمل حاجه مثلا بالشكل دوت، تكون والابعاد بتاعتها، تكتب كل الابعاد اللي انت عايزها، اوكي، يروح عاملها لك. فالحاجات دي ما شاء الله يعني بتوفر وقت كتير. تعال نشوف شكل الدوم اهوت، تدي له الابعاد، يروح عامل لك هو شكل الدوم بسهوله جدا.